مرات حياتنا بتخرب، شغلة واحدة بحياتنا نبطل قادرين نعملها وفجأة كل عاداتنا وكل الأمور اللي إحنا بنعملها بحياتنا بتنهار، ومنصير مش عارفين من وين بدنا نبلش نظبط لأنه كل إشي نهار مرة واحدة. مرأتوا بهذا الإشي؟ أنا مرأت بهذا الإشي كتير. إذا حابين تعرفوا كيف ترجعوا حياتكم تحت السيطرة بعد ما كل إشي يخرب، خليكم معي لآخر الفيديو. مرحبا، يعطيكم العافية، أنا رند. اليوم جايتكم بفيديو جديد كتير مهم وأظن حيفيد كل حدا فيكم، وراح أحكي لكم عن تجربتي الشخصية بهذا الموضوع. بس قبل ما نبلش بالفيديو كالعادة بذكركم أنه تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله، عشان ما تقولوا لي رند الفيديو تبعونك ما قاعد بتوصل لأنه مش مفعلين زر الجرس. اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس، كتير مهم عشان يوصلكم الفيديو تبعوني أول ما بينزلوا. قبل ما نبلش بالفيديو بدي أسألكم إذا بدي أعمل حساب على السوشيال ميديا عشان نتواصل فيه مع بعض، لأنه كذا حدا فيكم سألني وين بتحبوا أعمله، وين أكتر إشي بتستخدموا، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، سناب شات، مش عارف، احكولي. ممكن اعطيكم حتى حسابي الشخصي، ما بعرف، حسب اي بلاتفورم نختار، لانه كذا حدا فيكم سالني وما بقدر اعمل على السوشيال ميديا كله مره واحده لانه حيكون بده وقت. فخلينا نبلش بمكان واحد، فبدي اشوف شو اكثر مكان انتم متواجدين عليه وبتتابعوا فيه. اذا حابين احكولي بالكومنتس تحت. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. قبل فتره كان عندي تسليم مشروع بالشغل وكان عندي ضغوطات كتير بالشغل، وفجاه حسيت لانه صار وقتي كله بروح الشغل، كل عادات الثانيه اللي كنت اعملها كلها زي فجاه خربت، فجاه خرجت عن السيطره، فجاه كل شيء بطل ظابط، وصرت مش عارفه بعد ما خلصت ورجعت حياتي راقت، صرت مش عارفه من وين بدي ابلش اضبط حياتي. من الاشياء الصغيره زي شرب المي، بطلت اشرب مي، للاشياء الكبيره زي اني اشتغل على اليوتيوب مثلا. وبهذا الوقت اتضايقت كثير وحاولت اني اعمل ارجع لكل شيء مره واحده، وحاولت اني ارجع لاشياء معينه واشياء لا، وحاولت كثير محاولات. وبعدها تذكرت انه انا قرات كتاب اسمه ذا وان ثينج، اللي هو الشيء الواحد، اللي قلت لكم عن هذا الكتاب من كتبي المفضله من 2017، حط لكم فيديو هون اذا بدكم تشوفوه. تذكرت اني قرات هذا الكتاب وتذكرت انه هو حكى عن الشيء الواحد. وشو هو الشيء الواحد بيحكي عنه هذا الفيديو؟ انه كيف اذا اخترت شغله واحده بحياتك، تختار هي هاي الشغله الصح وتشتغل عليها وتعملها، حتظبط كل شيء ثاني بحياتك. فتذكرت هذا الكتاب وقلت اوه هذا هو اللي حيساعدني. المهم هذا الكتاب بيحكي عن زي ما قلت لكم الشيء الواحد اللي حيساعدك انك تظبط كل شيء بحياتك لما تظبط هاي الشغله او تشتغل عليها. وبالكتاب هذا عشان يساعدك تلاقي الشيء الواحد تبعك، في سؤال بقول لك انه دائما تساله لحالك عشان تلاقي شو هو هذا الشيء الواحد. السؤال هو شو هو الشيء اللي انا اذا اشتغلت عليه هلا كل شيء ثاني بحياتي حيصير اسهل او غير مهم؟ لاني كنت ضايعه ومش عارفه ارتب اولوياتي ومش عارفه من وين ابلش ومش عارفه شو العادات الاهم، كلها مهمه بالنسبه لي. فسالت حالي هذا السؤال، شو هو الشيء اللي اذا اشتغلت عليه هلا حيخلي كل شيء ثاني وراه اسهل او غير مهم؟ في اشياء بحياتنا بس نعملها كل شيء ثاني بتلاقيه بزبط معاها وبيمشي اسهل، بس لازم نختار الشيء اللي احنا نركز عليه، وهذا السؤال حيساعدنا ان نعرفه. هذا الشيء اسمه تاثير الدومينو، هو لما انا فعلا اختار الشغله الصح اللي بدي ابلش فيها كل شيء ثاني وراها حيصير اسهل ولحاله رح يزبط بدون ما انا اقرر فعليا اني اشتغل عليه، لان انا اشتغلت على الشغله الاساسيه اللي هي رح تزبط كل شيء ثاني. واضح. وهذا الشيء الواحد كمان اسمه ذا كيستون هابت، يعني هي العاده اللي بتكون مفتاح لبقيه العادات، ولما نعملها بصير في زي سلسله كل العادات بتمشي معاها او وراها. هذا الشيء مش بقانون ال 80-20%، انه كيف في 20% من جهدنا ووقتنا وطاقتنا بسبب 80% من النتائج اللي احنا بنحصل عليها. فبدال ما نركز على 80% من جهدنا وطاقتنا اللي بدها تروح لل 20% فقط من النتائج، اذا بنركز على ال 20% من طاقتنا وجهدنا ووقتنا اللي رح تعطينا ال 80%، رح نكون كسبانين كثير اشياء وراها. يعني انا اجتني فتره كل شيء نهار، كنت ما عم بشرب مي ابدا، كنت نظام اكلي مش ظابط، والسناكس اللي عم باخذها ابدا مش صحيه، كنت عم بنام بالبريك اللي بالشغل، بالتالي عم بتاخر بالنوم بالليل وما عم بنام منيح، وما كنت اروح على النادي، ما كنت عم بقدر الاقي وقت اشتغل فيه على الفيديوز لاني انا بالليل كثير ما عم بقدر اشتغل، فكان كل شيء مش ظابط، وكنت مش عارفه من وين ابلش بكل هاي الاشياء. بعديها لما تذكرت الدومينو افكت سالت حالي شو هو الشيء اللي حيظبط كل شيء، او شو هي الكيستون هابت اللي عندي اياها، ولقيت انه هي الروحة على الجيم، لاني لما اروح على الجيم بروح بالبريك اللي عندي اياه بالشغل، بالتالي ما بنام، فحل لي مشكله النوم اللي بنامها بالبريك لانه خلاص بستغله باني انا اروح على الجيم، بالتالي لاني ما بنام
بنام بالبريك، ولاني ببذل مجهود بالجيم بكون تعبانة بالليل فبنام بكير، فصرت انام منيح وخلاني اصير اشرب مي، لانه اذا بتروح على الجيم وانت مش شارب مي بتدوخ، بتحتاج للمي قبل الجيم وبالجيم اجباري جسمك حيطلب منك مي، وحتى بعد الرياضة الجسم حيضل يطلب منك مي، فبالتالي انت خلال اليوم كله حتصير حتشرب مي احسن. وكمان لما اروح على النادي بضطر اني اضبط نظام اكلي، لانه قبل ما اروح النادي بحتاج اشي يعطيني طاقة، بعد النادي بحتاج اشي يعطيني طاقة، وبحس بالذنب اذا بدي اخبص بالاكل. ولما اروح على النادي بالبريك اللي عندي اياه بالشغل كمان بصير وقتي بعد الشغل مفتوح، ما عندي فيه اشي مش لازم اروح على النادي، مش لازم اعمل اشي، فبقدر اصور فيديوز وبقدر اشتغل على اليوتيوب وكتير اشياء تانية. فشفتوا كيف بس شغلة واحدة بتحل كل الاشياء التانية وبتزبط كل اشي تاني معاها، فلازم نختار شو هو هذا الاشي. هذا الاشي كمان حكى عنه احمد ابو زيد باظن قناة الفلوجز تبعته، حكى عن الكيستون هابت، وكان كمان هو له الكيستون هابت هي الروح على الجيم، فابيرنتلي في باترن، فاذا انتو يمكن نروح على الجيم يمكن اشي تاني. سألت صاحبتي مرة قالت لي هي بالنسبة لها الصلاة والروح على الجيم هم الكيستون هابت، وبوافقها، لانه الصلاة بتخليك اول اشي مرتاح اكتر وبتخليك تحس بالوقت، يعني انه في ظهر في عصر في هاي، لما ما تصلي بتحس يومك ضايع ما عم بتحس فيه. فدور على the one thing تبعك، لاقي الاشي الواحد تبعك اللي حيزبط كل اشي تاني، ممكن يكون زيناء الجيم وممكن يكون اشي تاني تماما، فشوف شو هو هذا الاشي اللي حيشتغل معك بحياتك حيخلي كل اشي تاني اسهل. صدقني ممكن يكون اشي كتير بسيط زي روحة النادي او الصلاة او ممارسة هواية معينة، واذا مش عارف شو هو الاشي الواحد بلش من اي مكان، اختار اي اشي وحاول انك اعمله، ولما تجرب حتحس انه هذا هو الاشي الواحد تبعي ولا لا. وما تنسى سؤال الاشي الواحد، ودايما اسأله لحالك، اسأله لحالك كل يوم، اسأله لحالك كل اسبوع، اسأله لحالك شهريا سنويا، اسأل حالك دايما هذا السؤال، حتى بالاسبوع اسأل حالك هذا السؤال، شو هو الاشي اذا عملته هذا الاسبوع هيخلوا كل اشي تاني وراء اسهل وغير مهم. مثلا انا بالنسبة لي اسبوعيا بكون تصوير الفيديوز، فلما اصور بحس كل اشي تاني سهل، بصير سهل اني اعمل مونتاج للفيديو لانه عندي فيديو، بصير سهل اني اشتغل على كل الاشياء التانية واحمل واعمل شير وكل هاي الاشياء. فبالنسبة لي كي هو التصوير، فبكل اشي بحياتك هتلاقي فيه هيك اشي the one thing، لاقيه واشتغل عليه وكل اشي تاني رح يزبط. ان شاء الله هذا الفيديو يكون واضح والفكرة منه وصلت لكم، لانه برأيي كتير مهم وانا كتير اثر بحياتي لما طبقته. اذا حبيتوا هذا الفيديو كالعادة اعملوا له لايك، شجعوني اعملوا له لايك، بيقولوا انه اللايك بتساعد اليوتيوبرز انهم يوصلوا والفيديو تبعتهم توصل، فما بعرف انا، فخلوني اجرب، اعملوا لي لايك واعملوا شير لهذا الفيديو اذا حسيتوه مفيد او اي حدا من اصدقائكم ممكن يستفيد منه، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم المرة الجاية، باي.